معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدرب. بالنسبة للعلاج جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالتداوي، تداووا عباد الله، وأن الله لم ينزل داء إلا وأنزل له دواء. وقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: الأمر للوجوب في أمراض القلوب وللندب في أمراض البدن. ولكن هذا الذي قاله غير مسلم، فللوجوب في أمراض القلوب نعم، أن أمراض القلوب نقص في الإيمان ويجب على الإنسان أن يكمل ما استطاع من إيمانه وأن يعالجها. لكن أمراض البدن ليست على درجة واحدة، فمن أمراض البدن ما يجب علاجه، كما يمنع الإنسان من عبادة من العبادات وقربة من القربات، فيجب على الإنسان أن يتعالج منه. ومنها ما دون ذلك كما يستطيع الإنسان الصبر عليه وهو معه يستطيع إقامة فرائضه وعباداته، فهذا يصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي كانت تصرع، نعم كانت تصرع، فسألته أن يدعو الله لها أن يشفيها من دائها، قال: أو تصبرين، عرض عليها الصبر. كذلك في الرجل الذي قال له: أو تصبر، فيعرض الصبر على الإنسان، فإذا قبل فذلك خير له، وإن لم يقبل فدعا له يدعو له. والمرأة صبرت وسألته أن يدعو الله لها أن لا تنكشف، فدعا لها بذلك فلم تنكشف بعد. سبحان الله. وكان أبو هريرة يقول: من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة. جنة، نعم نعم. سبحان الله. وأيضا بعض الصالحين ابتلي بالعمى ورفض أن يعالج. نعم. إيه؟ وهذا قد شاهدناه، وأنا أعرف رجلا من العلماء المعاصرين رحمة الله عليه. نعم. وهو الشيخ محمد يبرأ والبيه رحمة الله عليه، من بني عمومتي. نعم. أصيب بالصمم شديد فكان لا يسمع. نعم. وإذا جلست إليه تكتب له فقط، و سبحان الله، يعني فقد كل للحاسة. نعم. فتكتب له في الهواء فيفهم ما كتبت. وبعض الأحيان إذا كان الليل تكتب له على يده فيفهم الأمر. فعرضت عليه أن آتيه بسماعة أذن. نعم. يسمع بها. قال: ما كتم عني ربي لا أحب أن أسمعه. سبحان الله. قال: هذا كتمه ربي عني فما أحب أن أسمعه. سبحان الله. أدبا مع الله. نعم نعم. طيب، الأمراض القاتلة أيضا العلاج منها واجب. نعم. الأمراض القاتلة أو التي يخاف منها هلاك أو شديد وأذن كفقد إحدى الحواس يجب العلاج منها. ولكن مع ذلك نجد مستوى من أهل الإيمان والتوكل قد يعتمدون على ذلك، وهذا ليس لكل الناس. فالذين لا يكتوون ولا يكون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون مستوى معين من مستويات أهل الله، وليس هذا لكل الناس. طيب، ليس مطلوبا من كل أحد. الشيخ، عندنا مسألة فرعية لكن لها صلة بهذا الحديث، يعني قضية ما ينقل من إجماع العلماء على أن علاج الزوجة ليس واجبا على الزوج، هذه هل تراها يعني في زماننا هذا؟ لا، ما أراها الآن، لأن يعني المقصود في ذلك الوقت أن العلاج لم يكن علميا مدروسا. أيوه. ولم يكن المرض مشخصا مكتشفا مجزوما به. وإنما كان ذلك كله إن لم نقل خبط عشواء، كان تجارب تجارب. ولم يكن ذلك كما وصلنا إليه الآن من التطور العلمي، وأصبحت الأمراض معروفة وأعراضها معروفة وعلاجاتها معروفة، ومنها علاجات جراحية مثلا أو نحو ذلك يتعين الأخذ بها، يعني تكون من النفقة الواجبة. نعم، حينئذ تكون من النفقة الواجبة. بالنسبة ولا يكون هذا خرقا للإجماع، بل تغير حال. أيه. لأن الإجماع كان منعقدا في حال، وقد أصبحنا الآن في حال آخر. هو الإجماع صحيح؟ لا، هو الإجماع في الأصل إنما يكون على حكم شرعي في مثل هذا النوع. والذين حكوه أنا لا أدري، لكن عموما الذين حكوه أو ذكروه إن لم يقصدوا المذاهب الأربعة مثلا فجمهور، يعني جمهور العلماء. نعم.